أحداث أمنية متسارعة شهدتها محافظة شبوة خلال الأيام الماضية جعلت المحافظة تعود إلى واجهة المشهد اليمني نتيجة تأثيرها في المعادلة السياسية. مديرية جردان ونصاب شهدتا توترات أمنية حيث اندلعت اشتباكات بين الأجهزة الأمنية ومسلحين تابعين لما يسمى بالمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا أدت إلى مقتل 3 بينهم 2 من رجال الأمن. هناك مجامع في كانت في مديرية نصاب وجردان تريد زعزعة الأمن وأقلاق السكينة، وقد قامت الأجهزة الأمنية يعني بضبطهم وتجري الأمور والحياة في المديريتين طبيعية. الأجهزة الأمنية أيضا تمكنت من إحباط محاولة اغتيال محافظ المحافظة بعد اكتشاف عبوتين ناسفتين زرعتا في أحد الطرقات أثناء خروجه إلى زيارة تفقدية خارج المدينة. هذه العبوات تم اكتشافها يعني عبر واحد تمام كان واقف جنب الخط تمام، وأبلغ البحث الجنائي وتحرك فريق البحث الجنائي وتحرك الفريق الأدلة الجنائية وطلب من أصحاب الألغام مباشرة، وتم اكتشافها بعد اكتشافها وتم نقلها وابطالها. هذا الامر يعني معروف انه المحافظ كم مرات يعني تعرض لمحاولة اغتيالات يعني سواء بعوات ناسفة سواء كماين سواء غيرها. مطلع الشهر الجاري احبطت قوات الامن في منطقة العرم عملية تهريب اسلحة وقذائف وعبوات ناسفة كانت قادمة من العاصمة المؤقتة عدن في طريقها إلى عناصر تخريبية لإثارة الفوضى في محافظة شبوة بحسب مسؤول أمني. يرى مراقبون أن الأحداث المتسارعة التي تشهدها المحافظة خلال الآونة الأخيرة تنبئ عن وجود مخطط لاستهداف أمن واستقرار شبوة خدمة لأطراف خارجية بعد فشلها في السيطرة على المحافظة المستقرة في أغسطس من العام الماضي، وهو ما يكشف أيضا عن محاولات حثيثة لتقويض الحالة الأمنية والتنموية التي تسير في ركابها الحكومة ممثلة بالسلطة المحلية هنا. أبو بكر حسين لقناة بلقيس شبوة.